السلام عليكم متابعين قناة الشعب، قناة شوف تي في. مرحبا بكم في هذا البث المباشر. فتفضلي معنا الشريفة، عاودي لنا شنو المشكل اللي عندكم بالضبط؟ المشكل اللي عندنا، طلع الميكرو. المشكل اللي عندنا هو على الوقت، هادشي كله على الوقت، على الدار، الدار حنا فيها الحفاظ. المهم دابا هو اللي جا على خواتاتي، وغالبا خواتاتي خرجوا من الدار، وهما اللي غادي يسافروا على الدار. وانا دابا تنطالب من خوتي بعيد منهم، حيت اختي اللي مقابله امي، اختي الصغيره خدامه ما تبقيش في الدار، وهذه مسكينه هي اللي مقابله امي، هي اللي تديها للسبيطار، هي اللي مقبلها، هي اللي توصل ليها، هي اللي توكلها، هي اللي تشربها، كلشي مرموسينا. على كل حال ناض هو اش تيدير هو ومراتو، تيحرش مراتو ولادو، تيقولوا بان امي راها فيها زهايمر، امي راها فيها زهايمر، امي لاباس عليها صحه جيده، امي دوزنا ليها وعندنا الاثبات، عندنا ورقه، عندنا كلشي، تنديوها للحمام، تنديوها للطبيب. امي المهم على كل حال اختي هي اللي مقبلاها، اختي ملي تطلع وتهبط تقابلها كل ساعه، خاصها تعطيها الفطور، خاصها عاوتاني تمشي عندها تعطيها الماكله، الغداء، تضرب لها الانسولين، تبدل ليها، توصل ليها. الصراحه حنايا راه ما مقابليناش. نجيك من الاخر، انا خارجه، انا ساكنه بوحدي بولادي بداري بكلشي، ولكن انا جيت تنطلل راه ما تندير حتى شي حاجه، شوف الدنيا واخره. هذه راه ما نساوش خير على في الاب ولا في الام. اختي الصغيره حتى هي مقابلاهم، تتصرف عليهم اللي خاصهم، طيب لهم، تجي في العشيه وكلشي. وعلى كل حال هي هذيك ناض هو قال لهم راها تتسحر، راها سحاره. شكون هو هذا؟ راه سحاره ولا دايره، راه فعلاً المهم شي حوايج ما خصهمش يتقالوا، وحنا اختنا عارفينها وعارفين اللي فيها. ملي كان باب الحياه مخليها هنا ساكنه، بغينا نخليوها هنا ساكنه، هو ساكن الفوق، امي واختي الفوق، حتى يدير الله ما دار. انا راه ما تسمحوا مني والو، انا راه ما باغا لا دار لا حتى شي حاجه، انا بغيت عيم وينتي تبقى حيه لينا وعايشه معانا ونطلعوا عليها انا وبناتي وولادي. وعلى كل حال هي هذيك نال هوايا اللي ضربوا ضربوا على اختي. المهم بغى اختي يجري عليها، بغى اختي يجري عليها يخرجها من الدار. حنا راه ما تنسم اللي عنده هو بغى يخرجها، قال لك بغى يدير مشروع هنا في الدار، بغى يدير مشروع. ها فين تمشي ليا؟ تمشي للزنقه. تمشي للزنقه. تمشي للزنقه. بغى يخرجنا. نخرجي الكرميل حوايجك في الزنقه. ايوا هي هذيك. بقينا دابا انا ما بغينا حتى شي حاجه من هادشي، بغيت انا عيب حد من خواتاتي. انا نموت على خواتاتي، نطيح على خواتاتي اللي تيعايرهم بالشرف ديالهم، اختي تيعايرهم بالشرف ديالهم، ومحرش بناته، محرش مرتو، مرتو راه ولات عندنا هي السبعينه في الدار. وانا انا ماشي غلباتني ولا شي حاجه، انا متبعه المخزن، انا دافعه الدار للمحكمه حتى ناخذ حق من هذا، باش ما حكمت المحكمه حنا قابلين. ومن هادشي كله اش دخلها هي؟ مالا دايره هاد الحاله؟ لا بغات حقها تمشي تطلبوا من دارهم. كي قلت لها انا قلت لها سير طلبي حقك من داركم، بغيتي توسعي ولا شي حاجه سير تنهار لي ياخذ راجلك حقه ويديه لك يعطيه لك الله يربحك. الله يربحك، حنا ما شدينا حتى شي حاجه، راه الولد حلال، ولكن راه بزاف هادشي، راه بزاف صبرنا تعيين. واش انا غلباتني؟ راه ما غلباتناش، راه انا نجيب ولادي، ولكن انا ماشي انا ولادي انايا انا نزيدهم الهلاك. انا ولادي مربين، ما تيهضروا ما تيتكلموا ما تيش، حنا ما مربياش ولادي، انا نزيدهم الهلاك. مالنا حنا هادشي كامل كامل؟ مالنا؟ علاش غنوصلو حنا لهادشي؟ هذا حنا خونا، خونا شتي إلا كان خويا ما عندوش أنا نعطيه. على الورثة. أنا خويا نعطيه، إلا ما ساكنش أنا نعطيه، حقي نعطيه ليه. ولكن علاش هو تبع مرتو وولادو ولا حنا حنايا؟ راه حنا اللي دايمين ليه. حنا اللي دايمين ليه. راه حنا خواتات ويطيح معانا ونلعب معانا العيو العار إلا تخلينا عليه، نلعبو العار إلا سمحنا فيه. ولكن دابا صافي الصلاة على النبي، بقى خويا صافي الصلاة على النبي، وصلنا لهاد الحالة اللي تمشي عند الناس. شحال تقريبا نتوما في النزاعات؟ راه ملي مات الوالد راه 4 سنين، 4 سنين هو داير هاد الحال. راه فركت علينا نهار، شي نهار اللي مات بغا ولا غد لي فركت علينا. اصلا شتي كان تيتمنى با غير يا بنتي، نقول لك كتدير معاه شي حاجة ما شفناش، ما عمرنا شفنا. شتي نقول لك شتي يا بنتي، النهار اللي مات انت يا بنتي، نقول لك شتي النهار اللي مات هانت، نقول لك بصراحه وربي فوق مني، راه ما ندي غير شبر، وراه هو دار الحق لا زدت عليكم شي حاجه، غير مات بحال اليوم اللي غد ليه الخزانه، بنينا الخزانه، تتعرفي الخزانه ديال الموتى، تتبقى 3 ايام
كاين اللي تيخليها 4 ايام هو الغد ليه عطاوه الناس لا قسم الله براسه ماشي شغلي مليون و40 الف ريال هالجيران انا بغيتها له ان شاء الله انا بغيتها له تابعه ان شاء الله تابعه هذيك الفلوس غتعطيهم لامو راه هو دابا مات طال داك الدار تحاسب معاه شدوا مليون قال لك حق عطاهم ليا الناس مليون وهالجيران ها هما كل شيء مليون و40 الف ريال دايره في جيبه الغد ليه هز الموس هز الموس وجا ما بغيتش نعيط على خواتي حتى باش ما نطيحوش صح هذه اختي حتى هي شويه معصبه الا قلتها لها العائله كلها مشات بحالها جا هي ديك جا جا هذه الخزانه تيقطع فيها قلت له علاش غتقطعها قال لي صافي صلحني بما تبا الله يرحمها تحيد الخزانه قلت له ما يمكنش الموتى والعائله باقي ما مشاو ما تحيدش لينا قسما بالله ولا كتبت عليك بنتي مات الاب ديالو اقسم بالله العلي العظيم اقسم بالله انا ما تقتيش دابا نمشي نجيب لك السيد يقولها لك دابا ولا ما تقتيش رجعي رجعي ونجيب لك السيد يقولها لك هاكا قطعوا بالموس قال لي هو الموس في جيبه انا راه ما نزيد عليه ما جبر وراه ربي فوق مني ما نعرفش واش شدوا وقطع ما نسمحوش ليه انا بعدا ما نسمحش ليه وغنتابعو نتابع بنته اللي تديرني بشرافي ومصوروني اليوم راهو تيصوروا فيا تمشي بالكروسه جايه يصوروا فيا جي ها المراه كاينه واحد اخوانيه كانت مدعيه معاها ها كروسه تمشي نجيب الماء تمشي نجيب الماء تيصوروني تصور كله مقلبو تسقي الماء من الزنقه باش دار لي التعارض قال لي قالت لي والله هي بيده والله لهذيك المكانه الا دخلتيها والله لا دخلتي غتبقاي تسقي غتبقاي تسقي تتبع الدار تتبع الدار هذه مراته قسما بالله انت قالتها قالت لك الماما الوكاله هي باغيه راه كان بوها تيبني فيها دابا علاش واش هذا الاخ ديالكم الواحد ولا عندكم شي واحد ما عندناش عندنا واحد الله يرحمه هذه دابا شي 19 عام باش مات هذاك الله يرحمه حنا مزيناتو هذا عطانا مسخوط والدي اقسم بالله با تعيط لي عم سخوط عمرو ما سماه تعيط له عم صخور واش عباد الله هذا الاخ اخ انا ما عنديش اخ 3 سنين ونص انا جايبها من دايرها لها انسولين في كريمه هي جايبها دكا لها دايره لها سميتو تحليله ديال من 3 شهور تنديروا لها الخزان تنديها مع مسكينه ما تخرجش شويه بينه وبين طايحه على رجليها وما تقدرش تنقول لها امي جلسي معايا تقول لها بنيتي خليني نطلع لداري احسن ليا تنطلع تجي توري اختي مسكينه تمشي خديجه اختي كل نهار تجي تشوفها تجي لها حتى هي هذيك تجي تدق لها الانسولين تدق لها الانسولين نفطرها نوكلها نشربها المهم الله يقبل الله يرحمها مسكينه نغسل ليها ملي جايبها انا من جايبها ربي شاهد عليا راه هو تيسمع راه هو غير يشوف هذا وراها غادي جايبها من الطريق قالت لي راه واخو كاسيك ما في الكارو تقول لهم راها فيها زهيمر راها فيها زهيمر تقول الناس هذا السيد قال لي جايبها ويد ملي شافها تكمل كارو شافها هو ينقز ويدخل القهوه ملي غادي يجي لعندي ويجي ويسلم على امي وعنقها ما عنديش الحق نعارضه ما عنديش مشيت حتى لاي مخزن هذا ما عنديش الحق الا جا عند امو نقول ليه بعد من امي ما نقولهاش ليه حيت امو هادي ولكني الناس جيرانها هما دابا حتى هما غادي يشوفوا غادي مشاو قالوا ليها انت معسته غادي نجيو واتصالح مع امك قال لهم في العشيه جاوا عيطوا لي قال لهم لا ما نصيبش كي ندير لا ما نصيبش صافي كيفاش ما نصيبش زعما صافي ما تليتش غادي ندخل عندها لا مع مو جيران جيران قالوا لي زعما الموت والحياه خصك يلا معانا نصالحكم عمك في العشيه داروا معاه باش يدخل باش يشوف امه قال لهم لا ما يدير تكتب على الناس يقول لهم انا تندي ليها وانا تنجيب ليها وانا تندخل نشوفها محشومه عليه محشومه عليه ملي مات الوالد اقسم بالله اختي خدامه انا اللي مقابلاها انا اللي مقابلاها الله يرحمها ويوسع عليها نعس مع الوالد ديال مرجانه نعس فيها نعس في مرجانه مسكين هنايا شويه هزيناه المستعجلات نعس معاه 8 ايام في 8 ايام اقسم بالله ما تنعس في الارض تنبت فايقه واخواتها ديالهم ها هما راه العائله كلها راه تتسمع هالجيران كلهم تيسمعوا ونجيب لكم السيد باب مصطفى راه دابا يشوف ويسمعني تنبت معاه في الارض مستعجلات تنبات معاه في الارض تنتوسط قرعه تنجي الله يقبل تندير له ليكوش نغسل ليه كل شيء والله الا اقسم بالله واحد مسكين واحد المخزينه مسكين عطاني السلام قال لي شكون قلت له الوالد ديالي الا ما دار السلام وعطاني السلام قال لي ما عندي ما سالك الله يرضى عليك وفرجك بالرضا قلت له انا الرضا دايا من عند والديا دايا الحمد لله ترضي عليا امي وترضي عليا با وراضيه علينا راضيه علينا الحمد لله اللهم لك الحمد مشاو نقايه
مشات امي مغاسله، مشات مبدله، مشات الحمد لله. هذاك النهار عيدت معانا، نهار العيد عيدت معانا، نهار ثالث عيد ماتت. في الصباح في الصباح عيطت لي اختي في الصباح، صونات عليا قالت لي طلعي، حيت انا تنفيق تنطلع. الا ما شافتنيش امي هي تقول ياك خديجه، جات قالت لي تتبوسي وتعنقني وتعنقني بنيتي، تعطلتي عليا بنيتي. قلت لها امي انا كل صباح انا تنطلع عندك امي نشوفك، انا ما مشيت بلاصه وتتبكي تتبقى تبكي امي مسكينه. الا ما شافتنيش اقسم بالله اخواتاتي انا ما تنكذبش، الا ما شافتنيش امي ما تكونش على خصها تشوفني وصافي. هذاك النهار تتعنقني وكل شيء، قلت لها انا وهي تصوني عليا لقيت اختي تتغسل ليها مسكينه توري اختي. غسلت ليها، عاونناها وطيناها غسلنا لها مسكينه، دينا البيت نعس بدلنا ليها جلسناها. هذيك الساعه ديناها لبليصتها ديناها مسكينه صافي. هي ديك جات اختي قالت لي نديروا لها الصوبه، عطينا الصوبه صافي مع جوه 12 ولا جوج. انا صايمه الله يقبل صايمه شوال، تندير شويه ديال الحريره. عيطات لي صونات قالت لي امي ما عجبانيش شويه. قلت لي امي مالها، امي لاباس عليها ما خاصها حتى حاجه. هطلعت لقيت امي عينيها هبطات صافي، هبطات وحنا ما عرفناش الموت مسكينه فيها صافي. هي ديك مع العصر تيقول الله اكبر مسكينه خرجت الروح، ورا ربي شاهد عليا تا امي واعيه امي شهدت تتشهد تتشهد مسكينه وما باغيش تدخل عليها تتشهد. تجا راجل اختي قال لينا مسكينه بارك براسكم رانا تطلع، وكنا مهلين فيها حرام. وسمعات اختي وسمعات اختي وقال ليها وسمعات وقال لها شوفي على المراه شوفي سمعات اختي قبل ما تموت سمعات وقال لها وياك تموت وتعيطي ليا، وياك تموت وتعيطي ليا وتقولي لي اجي. هذا سمعته اقسم بالله اختي سمعته من الضويه مهرسه تسمع اختي كل شيء. علاش ماشي مو هذه ماشي مو الناس يموتوا على والديهم، تيموتوا على والديهم. الحمد لله هزينا والدينا ومرضيه الحمد لله، ما خصنا حنا حتى حاجه. حنا شتي داك الرضا انا ما خصني حتى حاجه. دابا راه عندي 60 ولا غندخل لواحد 60، انا ما بغيت والو يبقى لي عقبه. انا بغيت عيد داك الرضا يبقاو لي الوليدات لوليداتي والحفادي. راه عندي 13 نفس احفاد، عندي 13 احفاد، راه عندي 5 تبارك الله، عندي وليداتي اللهم لك الحمد. اش بقى ليا؟ دوزت الحمد لله. انا بغيت اللي تنطالب سيدنا الله يشافيه والله يقعدو سادو، انا بغيت سيدي ربي الله يطول عمرك ويخلي لي وليداته وسي الحموسي. انا بغيت الماء، انا تقهرت، انا عندي القلب وعندي عندي عندي الطنسيون وعندي السكر، وكنت ندق البرد ديال الطنسيون ديال القلب. واش انا غنزور الكروسه؟ عاد غن هما الناس كلهم تيقولوا لي لقاني تيقول لي تيقول لي كنتي ما الله عمر هضر في الحومه عمركم ما هزيتو توليتو يشوهكم يدير لكم هاد الشوهه. تولينا نسقيو انا بالما ديالي موضه ولدي الروبين وشوف واش كاين. تقول لي دابا ندير لكم ونقتلكم لكم ونفحكم. هرس لي الباب، صايبت الباب الحديد ها هو، قال لي ربي لا درتيها هو الحديد قدامكم ما خلانيش. نولي انا جرى البيدوزه تاع 20 بيدوزه اللي تنعمر، تنمشي بستة ونجي تاني بستة، نفيق مع السبعة الصباح وانا تنزقي حتى العشرة. اييه وعاوتاني مع ستة تيقول الله كبار، غير تيقول الله كبار، تنشد تاني داك الكريريسة وتمشي نعمر، تنعمر نعمر 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 البانيو تتعرقي. رانتي عارفة الماء، الماء هو الأساس في الدار، يحيدوا الضو ما يحيدوش. وزيدوا لها بنتي أنا مخلصة الواجبات ديالي هانتي مخلصة، كل عام ما مخلصاش ما عندي سوق ولكني مخلصه. تضرني الحال حيت انا مخلصه، ويجي عارضني يقول لهم ملي مشيت للانسان قال لي خوك اللي عارض قال لهم ما تعطيوهاش الماء. وملي حليت المكانه ملي حليت المكانه انا تسدها، قال لي ولي سميتو راجلي خرج وسدها وبدا تيسد فيها. راه مسدوده راه تخرجوا غتشوفوا. يلاه انت يا بنتي اش بغانا عندنا السيد؟ نهار غتشدها غتمشي للقبر، غتشد فلوسك وغتمشي للقبر. انا تنطلب ان تنطلب الحق ديالي والشرف ديالي اللي هانتني بنته ومراته وهانوا بشرفي. وغادي نتابعهم غادي نتابعهم وغندير دعوه غندير قضائيا غنتبعهم. وعندي الكاسيطه ها هي ها هي السيديه ها هي بنتي ها هي ها هي شتيها ها هي. وحده دفعتها الوكيل الملك وحده هي غندفعها للبوليس. كلشي اللي فيها كانت تغوت وكنتهني بشرفي وكلشي ها هي. ما راه ما كتبش انا ها هي ها هي. والما ديالي رجع ليا وراجلي كاين هنايا وراجلي درويش ما تيقول تيقول لنا انتم انتم هادشي ديال الوراثه. انا ما بيناتكم بيناتكم علاش غندخل انايا؟ انتم بيناتكم دابا تحلوا المشاكل ديالكم وتدخل. عمرو ما دوا عمرو ما دوا هي علاش تدخل كتبها الدار تيبني فيها
لحنا اللي هزينا الكايص، انا بيدي هزيت الكايص، هزيت الرمله، الجيران كلهم تيسمعوا، هزيت الرمله، هزيت الكايص، هزينا بالفرحات علينا في المصغر قيقصنا عفوا قداش نهزوا الكايص والرمله، حيت بوانا بنا لينا الدار. كان بو مسكين عي شي فور ديال البلديه، شي فور ديال الزبل حشاكم، تيمشي مسكين مع الربعه الصباح تيمشي يسلا وسيدي موسى وبطانه هادو كلهم شادهم باش سته يكون ولا الخمسه ونص يكون تيدور في الحومه باش يسالي. ها في الاخر بنا مسكين بطوبه طوبه، في الاخر تجي قراب قراب ما تنعسوش، الربيبه تخبط خبط وثلاثه الصباح حتى ما تنعش وانا مريضه، انا مريضه راسي كله كله متقوب عليا، كله متقوب عليا راسي. دابا نوريه لك بنتي بالادويه ديالي بالدواء ديالي بكل شيء ديالي كل شيء، انا مريضه وتعدى عليا هذا الولد ولكني غنتابعو ان شاء الله غنتابعو حرق بناته. انا عندي ولادي عندي بناتي ولكني ما بغيتش ندخلهم بعادي، نخليهم بعادي. فهمتي يا بنتي؟